استاذ محمد صلاح الشيخ، عضو سابق في حزب الوفد. اهلا بك معانا. اهلا وسهلا استاذ رائد. اهلا بيك يا استاذ محمد. استاذ محمد، هبدا الموضوع من الاول، من بدايه ما اتكلمت تقريبا في الحلقه، وعايزه اعرف راي حضرتك في فكره ان صندوق النقد الدولي طول الوقت عمال بيؤكد استمراره في دعم الاقتصاد المصري. هل فعلا ما يقوم به الصندوق حاليا تجاه مصر هي مساعده على تحسين اقتصاده، ام انه بيحاول انه يحافظ على امواله اللي موجوده في الداخل المصري فقط؟ بالتاكيد لا، يعني ده مش لصالح الاقتصاد المصري. انما انا قبل ما افصل الاجابه عن هذا السؤال، احب انه اعلق حتى بمناسبه الاستاذ الكبير عبد العظيم حماد، الرئيس المنتخب الوحيد لمجلس لرئاسه مجلس اداره ورئاسه تحرير الاهرام، بوصفه رئيس تحرير الاهرام الشعبي. وبحب استخدم التعبير القوي جدا بتاعه اللي كان يستخدمه في كتابه الهام جدا صحوه الموت، يعني عن انقلاب 23 يوليو، وانه ليست لديه اي فرصه للحياه. الاستاذ عبد العظيم استخدم تعبير علوفه المماليك او علف المماليك، انه البلاد يتم ادارتها لاطعام المماليك حتى لو كان ذلك على حساب الشعب. أنا أعتقد أنه أزمة الأعلاف في مصر أساسها هي أزمة أعلاف المماليك أو علفة المماليك أو علوفة المماليك. النظام الأساسي نفسه لإقامة شبه دولة فيما بعد هذا النظام العسكري وأوصلتنا إلى هذا النتيجة. التشخيص بالنسبة لي سواء بصندوق نقد أو من غير صندوق نقد، أنه أسباب الأزمة الاقتصادية في مصر إيه؟ أسبابها فيما نراها هي السفه والفساد. السفه والفساد يعني أسبابهم الرئيسية هي وجود نظام مملوكي عفى عليه الزمن، وربما كان يعني ليست هناك رافد لهذه المملوكية، ولكن يعني النظام ده نفسه أساسه ينطلق من المملوكية العثمانية والروح العسكرية الألمانية التي تحالفت مع العثمانية، والطوال 25 عام من تسليح نظام شيوعي للجيش المصري فيما بعد انقلاب 52. هذه الروافد الكارثية الثلاثة هي أنتجت النظام الذي فسد وكان إنفاقه سفيها، فوصلنا لما نحن فيه الآن من مأزق كبير. هذه هي المشكلة. يعني من يوم يعني عزيز المصري اللي هو الاب الروحي لانقلابي 23 يوليو، وعزيز المصري هو ضابط في الجيش العثماني المتحالف مع الجيش الالماني فيما بعد بسمارك، ما فيش جيش يعني كان في نظام ديكتاتوري انتصر في معركه عسكريه ولا حقق نجاح اقتصادي. يعني النظام المالي العالمي مع صندوق النقد الدولي بالتاكيد فيه عيوب كثير، بالتاكيد انه ما بعد برايتون وولز والحرب العالميه الثانيه لم يعمل النظام بشكل مثالي، ولم يعمل ابدا في صالح الشعوب، وتجربه امريكا اللاتينيه مع صندوق النقد الدولي تجربه مريره، والشعوب في امريكا اللاتينيه دفعت اثمان رهيبه، لكن في النهايه المشكله في البنيه المحليه لهذا النظام، هذا النظام المملوكي اوصلنا الى هذه الكوارث، هذا النظام المملوكي دمر جيش المصريين الذي دفعوا فيه الغالي والنفيس في 56 وفي 67. مصر لم يكن فيها جيش في 56 ولا في 67، تحطم كل ما كان فيه. كل مره يذهب عبد الناصر الى طريق الاسماعيليه او الى طريق السويس ليعد الايه الطائرات والدبابات المحترفه. لا يمكن ان يكون هناك نظام ديكتاتوري ويكون هناك نجاح اقتصادي او نجاح عسكري. لم ينتصر جيش ديكتاتوري ابدا على جيش يعني ينبثق عن نظام ديمقراطي. حتى في الحرب العالميه الثانيه الجيش السوفيتي في معركته كانت الاسلحه الامريكيه موجوده عنده. يعني كل التاريخ ينبئنا عن هذا، ونحن يعني الان وصلنا الى بئر اوصلنا اليها هذا النظام بعد ان كانت مجرد مطبات فيما بعد الانفتاح 74، وحتى الان لم يعد هناك مجال لعلاجات وقتيه. الان المطلوب الجراحه وجراحه عاجله لتجنيب المصريين ما يمكن ان يستمر فيه هذا السرطان على مستقبلهم ومستقبل اجيالهم القادمه. الجراحه دي تكون ازاي؟
ما هو برضو الجراحة يعني مش هنضحي بالبلد عشان نحل الأزمة. الجراحة صحيح. من وجهة صحيح. نظر النظام الجراحة ان هو يتخلص من الأصول، يتخلص من هنا من هنا من هنا عشان يقدر انه يوفر سيولة. والجراحة من وجهة نظر المعارضين ان النظام أثبت فشله على مدار 10 سنوات، فلازم انه يرحل عشان يجي نظام جديد بدماء جديدة بروح جديدة يحاول ان هو يحل يعني ما أفسده النظام السابق. فالجراحة ازاي؟ اللي احنا وصلنا اليه النهارده اتكلمنا فيه من سنين، وانه ان احنا هنوصل ليه. يعني ليست هناك يعني امور صعبه على الفهم، ولكن كل حد عنده حد قدم الفهم والادراك لحركه التاريخ ولحركه الديمقراطيه في العالم مدرك انه كنا هندخل في مثل هذه الازمه التي كنا في غنى عنها. الان في مصر المشهد السياسي الان بين انه يعني يكون فيه جانب عاقل في هذا النظام يدرك للمآسي التي سببها رأس هذا النظام. هذا النظام ليست مشكلتنا فيه فقط مع السيسي كرأس للنظام. الآن الجراحة المطلوبة جراحة في وعي الجيش المصري والمؤسسات الأمنية المصرية أن تعود إلى سيرتها الأولى التي كانت حتى في الفترة الشبه الليبرالية في أيام الوفد. في ايام الوفد الشرطه المصريه اتخذت يعني او كان تقييم فؤاد سراج الدين وزير الداخليه في سنه 43 ان الشرطه المصريه ستقف مع الوفد لازاله فاروق من حكم مصر بعد اعتداءه على الدستور في سنه 37، بعد يعني مره في 37 والاخرى كانت في 43، وفي كلا المحاولتين يعني في كلا المرتين حاول الوفد ازاله فاروق من الحكم. هذه الشرطة وهذا النموذج لوعي الشرطة بدورها وبأنها شرطة الشعب مثال من الممكن أن نعود إليه. بنية الجيش، بنية الجيش المملوكي العثماني الفاشي الشيوعي بنية حفرية انتهت من كل بقاع العالم ولم يعد ممكنا أن تستمر. هذه البنية خطر على الجيش وخطر على البلد وخطر على الشعب وخطر على المنطقة وخطر على العالم. هذا سبيل انه يكون في ادراك من عقلاء في هذا النظام انه لم يعد بالامكان تاجيل اصلاح جذري في هذا النظام والانعتاق من ربطه انقلاب 23 يوليو حتى الان. البديل الاخر الذي يراه وقرات بعض المقالات فيه انه يكون ربما نماذج في امريكا اللاتينيه زي تجربه بينوشيه في تشيلي انه ندخل انتخابات معطوبه ويتم تحويل هذه الانتخابات المعطوبه الى انتخابات حقيقيه. ويعني يكون نموذج بنوشيه هو النموذج الموجود والمتاح امامنا. هذا الامر مطروح والامر الاخر مطروح، وكلا السيناريوهين لا احد يعلم المدى اللي يعني يحقق اي نجاح فيهما. وانا اعتقد حتى انه في تجربتنا مع الدكتور البرادعي في الجمعيه الوطنيه للتغيير، يعني حينما بادرت بدعوه الدكتور البرادعي الى لعب الدور التاريخي والوطني العظيم الذي لعبه من بعد 2009 وصولا الى 25 يناير ووصولا الى تاسيس مع الدكتور ايمن نور والمصريين ضد التوريث ووصولا الى صياغه الجمعيه الوطنيه للتغيير، كانت هناك مثل هذه الرؤيه ان تدخل في هذا النظام المعطوب الانتخاب المعطوب. ورغم كل تجربه 2018 السيئه سواء مع الفريق عنان او مع غيره، انما هذا النظام المعطوب اذا وصل لازمه كارثيه لم يكن المصريين يعني او لم يكن المصريون على ادراك تام بابعادها مثل ما هم الان، ربما من الممكن ان تحول هذه الانتخابات الهزليه في ظل نظام هزلي غير دستوري غير قانوني لا يتمتع باي يعني اسس من اسس الشفافيه او دوله قانون، ولكن من الممكن في ظل هذه الحاله من الغضب غير المسبوق في ظل هذه الحاله من الادراك غير المسبوق ان يتم استنساخ نموذج من نماذج التحول في بعد بينوشيه في تشيلي. هذا من الممكن ان يحدث، ولكن اعتقد انه الرؤيه الان اصبحت واضحه امام الجميع داخل مؤسسات الجيش والشرطه والمخابرات، واصبحت واضحه تماما امام الشعب، وان تغييرا حقيقيا وجذريا هو واجب الحدوث الان.
استاذ محمد، اكيد حضرتك تابعت ان الفتره اللي فاتت كان في دعوات كتيره بتطالب بانتخابات رئاسيه مبكره، وفي المقابل كان في دعوات اخرى بتقول ان فكره الدعوه لانتخابات رئاسيه مبكره في ظل الوضع الغير مستقر في مصر ده ممكن يهدم الدوله، وان الافضل ان يتم الانتظار لغايه 2024 بضمان اما ان النظام الحالي لا يترشح لرئاسه الجمهوريه مره اخرى، او ان يكون في انتخابات نزيهة كما كانت انتخابات 2012 على سبيل المثال، الانتخابات النزيهة الوحيدة اللي شافها المصريين. حضرتك تتفق مع أي منهما؟ هل الانتخابات الرئاسية المبكرة أو انتخابات بضمانات دولية وضمانات نزيهة وترجيح كثيرا إلى أن يعني لا نعيد التجربة مرة أخرى؟ شخصيا ارجو واتمنى ان يكون هناك انتخابات رئاسيه مبكره، لانه يعني حجم العذاب الذي يواجه المصريين الان اكبر من ان يتمنى اثر زيادته ساعه واحده يعني. انما في النهايه هذا امامنا هذين الخيارين، ونحن امامنا يعني الفرص لنرى الفرص ونرى حجم التغير في يعني مؤسسات الدوله الموجوده الان، وفي يعني فهمها وإدراكها لحجم الخطر استمرار رأس هذا النظام واستمرار هذا النظام كله وبنيته الحفرية. يعني ما أعتقدش أن في حد في مصر ولا بره مصر النهاردة عنده اختيار يعني قاطع بشأن هذين الخيارين، إنما أنت النهاردة ما فيش حد النهاردة يعني يقدر يجادل في هذا السفه الذي تم به الإنفاق. على سبيل المثال يعني هذه الروح المملوكية هي التي جعلت وزارة الدفاع المصرية الجديدة 50 ضعف مساحة البنتاغون، أكبر وزارة دفاع في العالم. وزارة الدفاع الأمريكية ميزانيتها 50 ضعف ميزانية وزارة الدفاع المصرية، ومع ذلك العكس بيكون، مساحة وزارة الدفاع المصرية 50 ضعف مساحة البنتاغون. ما فيش حد عاقل يقول إن ده إنفاق غير سفيه. ما فيش حد عاقل يقول إن هذه أولوية من أولوياتنا. هذه المساحه تعادل الجانب الحضري في محافظه الجيزه كلها، من امبابه للمهندسين للعجوزه لبولاية الدكرون للهرم وفيصل والمنيب والجيزه. هذا جنون يعني، عشان الناس تتصورها هي تساوي مساحه المدن في كل اي محافظه مصريه، اي محافظه مصريه اذا كانت لديها من 8 ل 10 ل 11 مدينه، هذه وزاره الدفاع تساوي هذه المساحه. من الذي جعل هذه اولويه في مقابل يعني ملايين المصريين يتضورون جوعا؟ هذا التدليس نفسه في قصه التموين والدعم الغذائي في مصر، انت النهارده يعني لما يتبجح وزير ماليه ويطلع يقول ان احنا زودنا الدعم، انت زي ما زودت الدعم هناك عائد بالدولار تتولاه يصل مباشره الى هذا الحكم وهذه الحكومه يقترب من 20 مليار دولار. هناك فرق بالجنيه لصالح هذه الموارد لا يقل عن 300 مليار جنيه، انت كل ما دفعته زياده في الدعم الغذائي لا يزيد عن 100 مليار جنيه، فهذا هو نوع من البجاحه والتدليس والرغبه في يعني التعميه على هذا الشعب، كان الشعب عالى على هؤلاء المماليك يعني وخدامهم. يعني انت النهارده عندك 20 مليار دولار، إذا كان في فرق 15 جنيه فيهم فعندك 300 مليار جنيه موارد جات لك إضافية لمجرد تغيير يتحمله الشعب المصري يعني. النهارده ليست هناك أي حلول جزئية من الممكن أن يتم قبولها. طب خليني أسأل حضرتك في نقطة أخرى، وهي دور الأحزاب السياسية المصرية، وحضرتك كنت بتتكلم عن تجربة الوفد أيام الملك فاروق، وأكتر من مرة كان بيتصدى ليه، وشفنا حتى في المرحلة دي أن خرج من رحم الأحزاب رجال اقتصاد قدروا وساهموا بشكل كبير جدا في حل الأزمة الاقتصادية المصرية، اللي طبعا ما كانتش بنفس الحجم اللي الحالي، لكن قدروا أن هم يبنوا اقتصاد مصري حر وقوي جدا. حتى الآن لا نرى من الأحزاب السياسية مبادرات حقيقية وتدخل حقيقي لحل الأزمة أو المساعدة أو المساهمة حتى في حل الأزمة. هل ده تقصير من الأحزاب السياسية الموجودة في مصر، ولا نقدر نقول أن البطشة الأمنية أعلى بكثير من أنها تسمح للأحزاب السياسية اللي يعتبر ده دورها، محاسبة الحكومة ومراقبتها وتوجيه برضو يعني استجوابات في البرلمان، ما بنشوفش ده خالص، تفسير حضرتك لده ايه؟ واين دور الاحزاب؟
يعني أنا في رأيي ويقيني إنه العملية الحزبية في مصر ليست عملية حزبية حقيقية، وأنه إذا كان هناك بضع مئات من المخلصين في هذه الأحزاب فإن المشهد العام كله مشهد تمثيلي لا يعبر عن قوة المجتمع في مواجهة السلطة. يعني النهاردة لما كان في مشروع توريث كانت هناك أحزاب تبع المخابرات تقاوم في مشروع التوريث، وكانت هناك أحزاب تمهد للتوريث ويتم تجهيزها لصنع معركة وهمية مع الوريث المنتظر. يعني أنا شخصيا مع الرأي اللي وصلت ليه كل ديفيد رايس إنه في الآخر أنت مع أي دكتاتور لا يمكن أن تكون هناك حياة حزبية حقيقية ولا تكون هناك بدائل لقيادات حقيقية، وده طبيعي. إنما كل الشعوب وجد هذا القدر واستطاعت أن تنفذ وأن تتحدى هذا النظام، وربما يساعد على ذلك الوضع المأساوي الذي تصل به هذه الأنظمة إلى مصيرها المحتوم. النهاردة أنا ما أقدرش أقول إن الأحزاب المصرية ما عندهاش بدائل، لأنه المعرفة كافية ومعروفة. الجهد حتى بتاع الدكتور أيمن نور في كتابه اللي 1200 صفحة موجود، وهو استمرار لجهود سابقة أداها قبل ذلك من يعني 2000 وما بعد 2000. الحلول العلمية موجودة ومعروفة، الحلول السياسية موجودة ومعروفة. ما ينقص المشهد الآن هو وجود تحدي حقيقي ووجود قيادة حقيقية يثق فيها الشعب المصري لكي يستطيع التفاوض مع الجزء العاقل في هذه شبه الدولة، وأن يستطيع أن يحدث اختراق في هذا المشهد الكارثي المنغلق. أعتقد أن هو ده الموجود الآن، وأنه لابد أن يعني في اللحظات الصعبة كان هناك دائما يعني رجال يقدمون التضحيات. يعني حتى في التاريخ عندنا كان محمد محمود مع النحاس باشا في مواجهتهم لدستور صدقي والانقلاب الدستوري على دستور 23. يعني كلنا نذكر المشهد الشهير لزعماء الشعب في بني سويف وفي طنطا وفي غيرها، ويعني الدماء التي سالت دفاعا عن هذا الدستور عن الفلاحين الذين حاربوا من اجل الدستور ثقه في زعماء الامه وثقه في انهم يعملون لصالح هذه الامه. أعتقد أن المشهد رغم كل الضبابية اللي فيه لكنه سينتج في النهاية عملا حزبيا حقيقيا بعيدا عن الدولة العميقة التي تلعبت بالحياة الحزبية حقيقية، لأن الدولة العميقة نفسها أصبحت في خطر، ولم يعد الشعب نفسه مجرد هو الذي يتحمل سلبيات هذا النظام. المركب كلها الآن في خطر، ونحن كلنا مدعوون إلى أن ننقذ هذه المركب قبل أن يدفع الجميع الثمن. أستاذ محمد صلاح الشيخ عضو سابق في حزب الوفد، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا، والحقيقة كمان بشكرك على الوصف الدقيق اللي حضرتك وصفت به الحالة المصرية والقائمين على الاقتصاد في مصر.